فخر بكل اعتزاز، انا حابه اكمل لاخر يوم. مسعف رزان النجار، عمري 20 سنة. في الأول يوم كان بالنسبة لي أصعب يوم، تعرضت إلى 3 مرات اختناق بالغاز لطلق ناري في الظهر، ورفيقتي الممرضة إلى طلق ناري في اليد، والزميل برضو طلق صوت في الأذن، والحمد لله تم إسعافهم بشكل ميداني ورجعنا نكمل مسيرتنا، ما بعثناهم إلى المستشفيات، لا رجعنا. وقفنا أقل من الدقيقة تم استهداف رزان النجار، طلق متفجر مباشرة في الصدر، بالإضافة إلى زملاء الثانيين طلق متفجر تنتف بينهم الطلق هذا، كل واحد أخذ شريطين. رزان ما كانتش حاسة في المدخل بس، لكن حست في المخرج، أشارت لنا على ظهرها وبعد هيك وقعت، وربنا يرحمها. طواقم طبية في القانون الدولي إن حق الحماية، بعدين لما ننزل الميدان بننزل شراطنا علينا تدل على إنه إحنا طاقم طبي، مش رايحين نواجه، رايحين نسأل. كان الحمد لله الله لطف وقدر، يعني كانت الرصاصة جياني بس الحمد لله مشيت، وامبارح برضو تعرضت لغاز إجاك فيني بس الحمد لله، ساعة أغمى علي بس شفت حالي بالإسعاف، نزلت انجنيت لأنه أنا جاي أكمل مشواري ومسيرتي، ما بدي أروح أتعالج، لا أنا جاي أعالج مش أتعالج. بكل فخر وكل اعتزاز أنا حابة أكمل لآخر يوم.